عسلامة ومرحبا بكم مشاهدي قناة الساحل تي في. اليوم حلقة جديدة من برنامج لقاءات ثقافية. اليوم موعدنا مع الكاتبة التونسية خولة حسني، بنتعرف عليها أكثر. عسلامة مدام خولة. لو كانت عرفنا خولة حسني. داكور، خولة حسني جو سوي أوتور، نخرج السنة الثالث كتب ثالث كتاب ليا، دونك كوشمار دي باتيسكاف هو مون تخوازيام رومون. جو سوي أوتور دو فيكسيون، نكتب في الرواية معناها في الفرنسي في اللغة الفرنسية. خرجت قبله هو أتا بلاس في 2013، عام 2013 خذي لو بري كريديف سبيدة بشير عملتها، و في 2014 خرجت دبدا خذي بري سبيسيال دو جوري في لي كومار دور. دونك انا جو سوي سكون ابل ان اوتور بريمي. كوشمار لي باتيسكاف هو قعدت رتحت عامين بين دبدا وكوشمار لي باتيسكاف، خاطر تريلوجي باش تخرج، هذا اول توم في التريلوجي. C'est un roman. هو نقلة نقلة نوعية، بديغة. C'est un passage niveau في 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 كاريري أنا توكا. خاطر أن c'est une trilogie. هذه أول مرة نكتب تريلوجي. Je suis très excitée à l'idée. ياسر فرحانة بيه. و de deux في ضرب هكا في تفويحة science fiction. ce que j'adore. ما نحبش برشا science fiction. الحق لا على lecture لا على science fiction رزينة ما نحبهاش. علاش عملت عش قلت لك تفويحة. أما c'est باهي. c'est un challenge. معناها c'est un défi لي أنا. تحدي باهي في في كاريري. donc voilà. c'est un roman pour lequel je suis très excitée. أعطينا هكا بيتيت ريزومي على الرومان هذايا وتشويق أو ميم طون نشهيكم فيه معناها هاي. كوشمار دي باتيسكاف يحكي على سارا بيرين. ان توكا هو شنيا هو لا تريلوجي فيها سي بيرسوناج، سي بيرسوناج برينسيبو. كل رومان باش ياخذ منهم زوز يحطهم سور لو دفون دو لا سين، نحكيو عليهم هما معناها اسونسيلمون، ولي كاتر اوتر معناها يتعداو يقعدوا موجودين شخصيات ثانويه يبداو. دونك في الرومان هذايا سافا ايت لو تور نتاع سارا بيرين وريان كاليي. سارا بيرين هي بنت اوم دافير كبير برشا، عنده ان جروب ان كرون جروب نتاع ريشيرش سيانتيفيك اي ديفلوبمون. دونك تتخطف مدة خمسة جماعة بوندون خمس سمانات، تخطف تتعذب اللي تورتوري يصير فيها ما يصير كما يقولوا. يلقاوها بعد خمسة جماعة اون سي با، ما يعرفوش شكون خرجها من شكون منحها شكون حطها غاديكا شكون، حتى حد ما يعرف شنو اللي صار لها بالضبط. دونك تخرج من الكيدنابينغ هذاك من الاختطاف هذاك، فمها مخيط مدكدكة، نحب برشا ندكدك للشخصيات نتاعي. دونك فوالا لو تروك توا لازمها لازم يحميوها مده لونكيت مده الانفستيغاسيون حتى يلقاو شكون اختفها. وريان كاري اللي هو الاسوسي نتاع ابوها، دونك البروبوز انه ياخذها تحت جناحه كما يقولوا، يخبيها عنده كلكو بار في دار في كندا حتى اللي يلقاو شكون اختفها علاش اختفها. سي دو سسبانس، سي فيها برشا اكسيون، فيها برشا سسبانس، فيها برشا بسيكولوجي. جو في دو ثريلر بسيكولوجيك. دونك فوالا باش نخصوا شويه مع سارة نشوفوا ام تي بو شخصيتها كيفاش تتبدل، هي حل الخوف هذاك شنو اللي صار لها كيفاش يبدلها، وميم طون لو كتتقدم نعرفوا شنو اللي صار شنو اللي ما صارش. ما تعرفوش برشا حاجات راكم في اخر الرومان. شنو الميساج مدام خولة؟ ميساج يعني اكيد تحب نحب نوصل ميساج بالرومان هذا. هو شو انا نقول ديما راني مانيش الكاتبه كيفاش نقولوا، مانيش الاديبه نتاع لو رومون ديدي، معناها نتاع عندي فكره وباش نقولها لكم ها فوالا كومو يلفو بونسي. انا جو سوي بلوس كون ابل ستوري تيلر، معناها راكونتور ديستوار. انا قال خرافه نحب نحب نخرف. دونك جو سوي سكون ابل ستوري تيلر. سي اون استوار اونيتمون. هو كل باش ما نكذبش كل رومون نكتبو يجي ديما قال معناها ديما كي نكملوا بعد ما نكملوا نفيق اللي هو ثم فكره اساسيه ثم ايديا سنترال يدور عليها، اللي هي انا ما معناها ما فهمتش فيها فورسيمون وانا نكتب، اما لقيتها باغ اكزومبل الفكره. انت الرومون هذه حاجه انت ايدي بيرسونيل والا اقتبستها على حاجه معينه ريتها في حياتك والا حاجه؟ لا كانت حاجه هكا في حياتي ما تلقانيش قادره. لا لا با دي تو با دي تو. لا لا سي تان كوشمار، معناها بالك شريتها في كوشمار. فسلك هو تيتر ديما يلوموني عليه، يقولوا لي معناها ديجا واحد من التيتر تاعب، معناها كوشمار دي باتيسكاف شهينا على الاقل. هو باتيسكاف نقول لك حاجه، باتيسكاف هي سي ان سومارين غواصه، هي اول غواصه في التاريخ اللي كانت نجم تهبط لي بروفوندور كيما يقولوا 4 كيلومتر تحت لي بروفوندور، سكون ابل لي زابيس. بين 4 كيلومتر و10 كيلومتر تحت لي بروفوندور سي سكون ابل لي زابيس. اول غواصه كانت نجم تهبط في لي زابيس وما تتفركعش، معناها ما كي كلات با
كي اكسبوس با. علاش علاش سميتو كوشمار باتيس كاف؟ سي اون ميتافور مش بالحق معناها سي ايماج برا، خاطر هي سارا بيران بيرسوناج برينسيبال تبدا الرومون افيك انورميمون برشا باجاج عندها، معناها اللي صار لها برشا صارت لها برشا حاجات ديجا، دونك تبدا الرومون اون كرويون فريمون اللي هي انسانه ديما تقولها في الشابيتر 3 ولا حاجه كيما هكا، اللي هي مش باش تحمل البريسيون هذيك، البريسيون تاع اللي صار لها معناها الكرو فريمون اللي هي باش الفا اكسبوزي، اللي ماهيش حمل الحاجه اللي صار لها كله، ماهيش حمل الباجاج اللي تهز فيه. مي سي ان باتيس كاف جستيم اللي سارا بيران تاع باتيس كاف خاطرها بور دو بون ميم سي ان لو كرو با سي كلكان كي فا سوبورتي لا بريسيون، دونك سي اون ايماج ما ثماش موسيش في غواصه الحكايه ولا حاجه. بون هي الفكره الاساسيه اللي فقت بها بعد وانا نكتب الرومان في اخره، الخوف يدور على الخوف، لا بور، علاقتنا بالخوف، علاقتنا الشخصيه ان توكا بالخوف، كومون اسكو اون جير لا بور، كومون اسكو اون سان سور او با، كومون اسكو اون اريف ا لا جيري او با. سي انتريسون، سي دوفري انتريسون. انا ديما نقول شو نحط شخصيات عاديه في مواقف غير عاديه، دونك تو تار تلقى روحك فيها اون برينسيپ. اذا كان انا خدمت خدمتي بالقدا وكتبت كتابي كما حبيت وانا، اون برينسيپ تو تار وانت تقرا ثم سطر ثم باراغراف ثم باج ثم سيتوياسيون باش تلقى فيها روحك، باش تغزل وتقول تيا هذه انا قال انا حسيت حاجه كيما هكا ولا شفت حاجه كيما هكا ولا نعرف حاجه كيما هكا. ميرسي ميرسي بور لانتيري، ميرسي دافور ايتي لا، سي سوبر جونتي. اذا مشاهدينا هذا كان لقائنا مع خوله حسني، الحقيقه خفيفه الظل وخفيفه الروح، وهذه اكيد يعني اعطتكم ميساج باش تشوقتكم باش تقراو لي رومون تاعها. وما تنساوش فما توم 2 توم 3 لكل عشاق لي رومون سيونس فيكسيون. خوله حسني تهديكم هالثلاثيه الرائعه هذه. مشاهدينا نشكركم على المشاهده، وان شاء الله في حلقات اخرى، وما ننساوش ان شاء الله روايتنا المره الجايه هي apprendre à aimer on aime mais on ne sait pas comment. هذه القصة يعني الكتابة المرة الجاية، وإن شاء الله نعرف عليها أكثر. يعيشكم ومرحبا بكم، وباي باي.